السلام عليكم. في موقع اسمه هاج انتفيس، ده متخصص في الذكاء الاصطناعي. لو جيت هنا قلت له سبيس هيبدأ يجيب لك حاجات كتيرة، أو تقول له هنا سبيس فيبدأ يفتح لك السبيس بالشكل دوت. هتلاقي حاجات كتيرة ممكن تجربها زي ستيبل ديفيجن وديل اي ميني وكليب انتجريتور وانيمي جن وهكذا. تعال نجرب مثلا ستيبل ديفيجن. ستيبل ديفيجن بتبدأ تديله بعض الجمل وهو يبدأ إن هو يرسمها لك. in Egypt زي ما انت شايف بيقول لك ان هو يقعد 30 ثانية على ما يعمل صورة. طيب في هنا حاجة عكس بقى، اللي هو ايه، ان انت ترفع صورة وهو يبدأ يكتب لك وصف ليها على اساس ان انت تقدر تحطها في اللي هو بيعمل لك توليد للصور. يعني هتديله صورة هو يديك الكلمات فتقدر ان انت من خلالها تعمل صور جديدة. وليكن مثلا صورة قهوة مثلا هيت، أو الصورة ديت أي صورة ترفعها تمام، وتقول له بقى أنت عايزها لأقل حاجة ستيبل ديفيجن مثلا 2 وبيست، وتقول له سبميت. فكتب لي الوصف اهوت تمام، نقدر ناخد كوبي. طيب تعال نرجع هنا، هو عمل لي البيوت المصرية زي ما قلناها له. طيب هقول له بقى كون لي صورة لنفس الحاجات ديت، فعمل لي صور بالشكل دوت تمام، قريبة من الشكل الأصلي لكن هو طبعا ايه غير فيها. طيب تعال نرجع بقى للسبيسيز، هتلاقي حاجات كتيرة جدا وكل واحدة فيهم مختلفة. لو نزلت كده هتلاقي ان هما عندك 977 واحدة صفحة فيها كل دول، يعني آلاف الأدوات اللي ممكن ان انت تقعد تجربها، زي تكست تو ميوزك مثلا، ايمج تو ميوزك تمام. يعني انت تكتب بس انت بتفكر في ايه هو يعمل لك المعزوفه، ثم تدي له ايميل وتكتب له بقى الكلمه اللي انت عايزها وهو بقى يعمل لك الملف الصوت اللي انت عايزه. هنا بتدي له الاوبن اي بي اي كي، انا طلبت منهم بس لسه ما بعتهوش، وتبدا بقى تكتب اي حاجه وهو يبدا يتكلم معاك فيديو تمام. يعني الشخص ده تلاقي الصوره بقى فيديو معاك. وفي في الاعدادات ان انت ممكن تخليها بالعربي لو انت عايز تمام، الطريقه اللي انت هتتكلم بيها، اللايف ستايل، الايموشن، كل الكلام ده تقدر ان انت تحدده. تمام، تقدر تجرب بقى الادوات ديت، ولو في حاجه فيهم عجبتك قول لي.